الانسان في الدنيا دي لازم يحكم عقله مش قلبه، يشوف مصلحته فين ويختار شريك حياته. وبعدين مساله الحب دي تبقى تيجي على مهلها، مش كده؟ بالظبط. تعرفي يا عايده ان رايك ده مش مناسب ابدا لمظهرك. من ناحيه ايه؟ من ناحيه السن، الثقافه، الشكل. قصدي اقول ان اللي بتشوفه عينيا فيكي يخليني مثلا مشهد من فيلم إني راحلة، قصة يوسف السباعي وإخراج عز الدين ذو الفقار وبطولة مديحة يسري وعماد حمدي ورشدي أباظة. عندما نشاهد فيلما من أفلام هذه الفترة نقول زمن الفن الجميل، ربما نستعيد فكرة وجود الرومانسية، وجود الحب، وجود هذه المشاعر المختلفة، وأيضا مسار الحياة الذي كان أهدأ وأبطأ من وقتنا الحالي، من عصرنا الحالي. أحيانا نتساءل كثيرا، هل ما زال الحب موجودا؟ هل ما زالت الرومانسية لها العشاق والمحبين، من يتألمون على سبيل المثال من الشوق وهذه المشاعر المختلفة؟ ربما ما بين العصر أو زمن الفن الجميل وعصرنا الحالي هي الكتابات التي تنحاز للحب وتنحاز أيضا للمرأة. وبالتالي فضيفتي في هذه الفقرة هي منحازة لوضع المرأة في المجتمع وكيف يتعامل المجتمع معها، وأيضا هي منحازة للحب الذي يستطيع أن يبقى، أن يخلد من خلال وجوده واستمراره في قلوبنا. معي في هذه الفقرة الكاتبة القاصة والروائية إنجي الحسيني. أهلا بك أستاذة إنجي. أهلا بحضرتك. والحديث سيكون عن أعمال أستاذة إنجي الحسيني، ثم نعود في الزمن إلى فارس الرومانسية يوسف السباعي، وربما نركز على واحدة من رواياته المهمة وهي إني راحلة. ولكن في البداية قرأ زميل العزيز طارق عبد الفتاح مقطعا من رواية استثنائي، وهي الرواية الثانية لإنجي الحسيني، بالإضافة إلى مجموعات قصصية وأيضا كتب مقالات سياسية وأيضا اجتماعية. دعينا أولا نعرف المجموعات القصصية، هي بعد الرحيل وحكاية ريال فضة وحكايات نجوى. أما الروايات فرواية ثمن الخداع واستثنائي. أما كتب المقالات فهي جرس إنذار والعالم على صفيح ساخن، وكان المقطع من رواية استثنائي. هل الحب هو ما يجعل الحبيب الشخص الآخر استثنائي في نظر المحب؟ للأسف احنا في الفترة الأخيرة يعني ضغط الحياة المادية على مشاعرنا بشكل كبير جدا، يمكن ده خلى يعني بقى مشاعر الحب بقت أصبحت فيها تساؤل كبير، هل معقول الحب لسه موجود وموجود بنفس القوة وبنفس الصور اللي كتبنا القدام قدموه لنا في أفلامهم القديمة أو في رواياتهم؟ طبعا موجود، ما أقدرش أقول مفيش إن هو انتهى يعني، لكن مش بالشكل الرومانسي المتعارف عليه في الكتابات القديمة. الممارسات الحب في الفترة الأخيرة أصبحت أكثر عملية، التضحيات المقدمة بتكون يمكن تميل للواقع أكتر، إزاي أنا أكون سند، أكون واقف جنب شريك حياتي، يعني بنترجم العواطف إلى ممكن نقول مش شكل رومانسي اللي احنا دايما كنا متخيلينه، لعواطف الزائدة أو الكلمات المعسولة وما إلى ذلك. لكن أنا بحس أن الرومانسية في الفترة الأخيرة أصبحت تترجم إلى مواقف أكتر منها إلى شكل تعامل اللي هو ممكن نقول عليه العاطفي قوي، يعني ليس في صورة أقوال أو تضحيات، لكن في صورة مساندة. مزبوط. محاولة كل طرف من طرفي العلاقة الرومانسية في أن يستطيع أن يصمد في رحلة هذه الحياة السريعة المادية التي تقصو عليهما هما الاثنين. وذلك يجعلنا نذهب إلى أفكار مثل أن فكرة السولميت
او ايوه يعني الحبيب الموعود، او حتى على الاسطوره اليونانيه فكره ان الله خلق الانسان في صوره واحده ثم انشطر، وبالتالي فطوال الزمان كل نصف يبحث عن عن الآخر. الاخر. ولكن في الان العلاقه الرومانسيه هي اشبه بعلاقه بناء تقوم على اسس ومعايير، وليست مجرد مجموعة من المشاعر أو الأحاسيس الموجودة في الأغنيات. زي ما بقول حضرتك، الحياة فرض نفسها، الظروف الاقتصادية، التغيرات السياسية أصبحت يعني الحقيقة بتاخد من عواطفنا كتير. يعني ممكن احنا بنبقى طبعا لما بنيجي نرتبط أو بنبحث عن الشريك الحياة أكيد لازم يكون في بعض من العواطف، بعض من لكن الحياة بقى بتبتدي تاخدنا بقى بمشاكلها. يعني عجلة اليوم كمان سريعة جدا، ما فيش وقت ان احنا نقدر نقول لبعض بحبك واجيب لك هدية واجيب لك دبدوب. احيانا الناس بتبقى عايزة مواضيع يعني يكون حتى الهدايا كمان شكلها بقى مختلف تماما. المرأة نفسها تركيبتها اختلفت كتير. يعني هي النهاردة عندها استعداد انها تنفصل، لان هي بتقدر تعتمد على نفسها، انها تحارب من اجل بيتها. ده موضوع ما بقاش زي زمان. فكرة الطلاق ما بقاش عند المرأة زي السابق خلاص، يعني مش البعبع بتاع الحياة زي ما بنقول، لها تتخوف انها تحصل علاقه مطلقه او تبدا حياتها من جديد او تدور على شخص اخر. لا، هي كل الكلام ده بالنسبه لها خلاص اصبح موضه قديمه، وانا ممكن اعيش حياتي واكمل كمان من غير رجل. فالمفاهيم عند المراه اختلفت، والمراه انا بعتبرها هي المسؤوله عن صنع الرومانسيه، هي الاساس. يعني هي دايما الركن الحنون اللي في البيت، هي الام وهي الزوجه وهي الحبيبه. هو مطلوب من الراجل يكون كده ايضا، لكن الراجل دايما في شخصيته يعني اكثر عمليه. يعني احنا احيانا بنقص على الراجل، بنطلبه باشياء ما بيقدرش يقدمها، لان دي مش شخصيه الراجل. الراجل يعتبر المراه جزء، او يعني ممكن نقول جزء كده في ترتيبات حياته، وعنده شغله وعنده ازاي يبني حياته، ازاي يبني مستقبله. المراه جزء، البيت جزء، الاولاد جزء. المراه بتعتبر الراجل بيجي في اول اولوياتها، لكن في الفتره الاخيره ابتدت تفكر زي الراجل ما بيفكر بالظبط، فبقى في نتيجة صراع. نزولها، يعني نتيجة إن هي بالفعل هي نصف المجتمع، وهي عنصر فاعل، وهي تعمل وموجودة في عجلة الإنتاج، وبالتالي فلديها أيضا مهام، وأصبح ليست عنصرا خاملا أنا المرأة مش ضد عمل تفتقد. المرأة لا لا، مش ضد أنا عمل يعني ما تبقى عمل يقول اعترف الرجال أغبياء. وتقف وتساند وكل ما تملك وكل ما يعني اهتماماتها ووقتها. من خلال ثمن الخير يحصل على هذا الثمن، على الانتقام لابنته. في الروايتين كان في سوء اختيار. في ثمن الخداع اللي هي روايتي، كانت البطلة بتبحث عن شخص يكمل شيء مفقود في حياتها. هي عايشة حياة مملة جدا، فقدت بصرها نتيجة حادث أليم، فقدت فيه أخوها. فكان بالنسبة لها الشخص القادم يعني ممكن نسميه طوق نجاة، ممكن تحط فيه عواطفها وتلاقي فيه منفذ لعالم هي مش قادرة توصل له. وهو كان فعلا بيحقق ده، لكن هو كان في النهاية شخص مخادع وغشاش. هم أساءوا الاختيار، لأن هم حسوا إن هذا الشخص هيسعد بنتهم، مين هيرضى بفتاة ضريرة؟ وهذا الكلام يعني اللي احنا حقيقة المفروض إن احنا نتجاوزه، ونعرف إن كل شخص داخله مميزات، وإن العيوب الجسدية مش هي ده العيب الأساسي.
يعني ده طبعا يعني شق جانبي. يعني بالنسبة لرواية إني راحلة، أيضا سوء الاختيار جنى فعلا على عايدة وخلاها تتزوج من إنسان خائن سكير، هو طبعا في الفيلم مثله الفنان رشدي أباظة. وفي النهاية هي هربت من الحياة المادية اللي كلها صخب وخالية من المشاعر، هربت في النهاية إلى حبيبها واستمرت معاه يعني لحد ما شفنا النهاية كانت عاملة إزاي. تمام. يعني لفت انتباهي في المجموعة الخصوصية حكايات نجم. أيوة هي يعني أنا بصراحة عايز أسألك عن فكرة التصنيف الأدبي، لأني حسيت إن حكايات نجوى أشبه بالمتتالية من خلال وجود شخصية يعني موجودة في القصص المختلفة، وإن كانت بتعرض مشكلات مختلفة في علاقة المرأة بالمجتمع. صحيح. وانا اولا بشكرك على السؤال. هي فعلا نجوى هي فتاه موجوده في كل بيت، بتتاثر جدا بعيلتها بتحبها، وانا كان قصدي ان انا اركز على موضوع الترابط العائلي وان احنا بنفتقده. يعني احنا دلوقتي عندنا مشاكل في الاسره وفي تفكك، فكان بالنسبه لي نجوى هي شخصيه رئيسيه داخل حكايات نجوى، بتتكلم عن عيلتها مواقف. فمن ضمن المواقف ايضا سوء الاختيار في احد القصص، بنتكلم عن كان قصه اسمها مسرحيه بيت العوانس، ازاي البطله لما بيتقدم بيها السن تضطر تقبل باي شخص خارج المواصفات المقبوله في عندها لانها تقدم بيها العمر، يعني على الاقل الحق اجيب عيل زي ما بنقول كده بالعاميه يعني. فده طبعا بيجني في النهايه على الفتاه وبتعيش في تعاسه. هي اختارت الزواج وجابت الطفل لكن هي مش عايشه سعيده، دي من ضمن المشاكل. ايضا من ضمن برضو المشاكل العائليه اللي كانت نجوى بتسردها، يعني قريبتها اللي جايه من رحله سفر بعد زواج مرير جدا، ازاي الشخصيه دي اتغيرت في تركيبتها من فتاه خجوله الى فتاه متحرره جدا. فدي كلها قصص بتحكي المعاناه اللي بتتعرض ليها المراه كما اشرت حضرتك. طيب أنا عايز يعني أروح لمقدمة المجموعة القصصية بعد الرحيل، والتي كتبت اتفضل. فيها أنحاز للحب، وكتبت هذه المجموعة بسبب هذا الانحياز. اكيد منحاز للحب، ان احنا ما نقدرش نعيش من غير مشاعر، احنا مش مكن ولا آلات ولا يعني روبوت اللي اخترعوه جديد، لا احنا بني ما ادمين احنا قلقانين ان الروبوت يتحمل بوعي حتى هذه اللحظة يعني. لا يعني احنا محتاجين نحتفظ بانسانيتنا وادميتنا ومشاعرنا، وعلشان نقدر نعيش في شكل فيه رقي لازم ارجع كمان اعمق المفاهيم الانسانيه والدينيه من غير ما نخلي الدين شبح، او مش نقول شبح يعني بعبع عند الكثير من الناس. يعني ارجع تاني اقول تبسمك في وجه اخيك صدقه، لا يسخر قوم من قوم، بدل مصطلح التنمر انا مش عارفه ده جه منين. احنا عندنا مفاهيم دينيه بتحث على هذه المفاهيم الجميله، الموده والرحمه كلها موجوده داخل ديننا وداخل يعني كثير من الاحاديث. لكن احنا يعني حضرتك في هذه المجموعه، هل كان القصد هو عدم اقتصار مفهوم الحب على فكرة العلاقة الرومانسية ما بين رجل لا وامرأة، ولكن هو شيوع الحب والرحمة في المجتمع بشكل عام؟ صحيح. وعلى سبيل المثال كان آخر قصة في المجموعة كان اسمها سميرة، بتنشأ علاقة ما بينها وبين رجل عجوز جدا بيروح الجامع كل يوم بيقع من طوله، هي كانت بتشوفه وهي واقفة في البلكونة بتنزل تنقذه توديه المستشفى، هو بيحس ان معقولة في حد بيعطف عليا، في حد ممكن ياخد بإيدي ويعمل كل ده علشاني. فبينشأ هنا يعني علاقة جميلة جدا برجل كبير في السن يعني بسيط، وبين يعني فتاة في الجامعة، فدي علاقات كلها مودة ورحمة أنا أعتقد أن المجتمع بيحتاجها. هو أقل عملة دلوقتي موجودة 25 قرش، صغيرة خالص الفضة، مظبوط بس في حكاية لريال فضة. إيه مظبوط. حكاية الريال الفضة؟ ودي مجموعة قصصية ثانية للكاتبة إنجل حسين. يعني نرجع تاني لأن يكون السارد هو خبراتهم المختلفة وكل واحد يحكي لي قصة حقيقية يعني تعرض لها في حياته أو من خلال تجاربه، فابتدي تقعد مع أصدقائها وتحصل من كل صديق على قصة وابتدت تترجمها عشان تكتبها في كتابها الروائي. فهم طبعا في ناس ربطت بيني وبين المجموعة دي، فابتدت بقى ناخد انت اصحابك بيخافوا يقعدوا معاك يحكوا لك حاجه كده، لان في دائما فكره ان الصديق
يخاف يحكي يعني يخاف الروائي. يحكي الروائي، يعني ان هو بس الحكايه دي مش هتكتبها صح، يعني دي بتبقى في نهايه الحكايه اللي بيحكيها للروائي. لا للأسف بيحصل العكس، يعني أنت بتكتب طب ما تكتب قصة حياتي، يعني بيحصل احيانا العكس. العكس. كل واحد بيشوف في نفسه بطل، بطل لقصة، بطل لموضوع، هو بيبقى بطل لرواية حياته بطل. يعني. أيوه يعني، فكل واحد شايف إن أنا في حياتي زاوية، أنا تعبت، أنا عانيت، أنا حبيت وضحيت. طب إيه رأيك لو كتبت قصة حياتي تطلع إزاي؟ طيب وده والريال حصل، الفضة. ده حصل فعلا في ريال فضة. كان ليا صديقة وقابلتها مرة، يعني أنا دايما في كل مكان لازم أخرج بصديق ما، ومستمعة جيدة جدا، يعني أستمع لكل الناس. فصديقتي قعدت معايا، كنا في رحلة وقابلتها فيها، فقالت لي أنا قصة حياتي وعايزة أحكي لك. فابتدت تحكي وتبكي، وقالت لي، قلت لها انت عارفه ان انت قصه حياتك تنفع قصه يعني او روايه، ايه طب اكتبيها وقولي لي هتطلعيني فيها ازاي. قلت لها بس هتزعلي، انا ممكن اغير خالص في شخصيتك، يعني انت ممكن اطلعك انسانه شريره، ممكن تكون النهايه صادمه بالنسبه لك. قالت لي اكتبيها زي ما انت عاوزه. فكانت احدى قصص مجموعه ريال فضل. هو المفروض انا ما احكيش عن عن كيف كتبت القصه لا يعني، او بس لكن بالعكس دي للعلم، تجارب. يعني هقول لحضرتك، يعني ناقشت قريبا مجموعة قصصية للسفير محمد توفيق بعنوان زهرة من حجر، ايوه وهو في نهاية المجموعة القصصية كتب كل قصة كان خلفيتها ايه. احداها على سبيل المثال تأثر بلوحة من الفن التشكيلي، اخرى متأثر بقصة قرأها منذ 40 عاما. فبالتالي يعني للأسف بس في مجتمعنا أو في الوسط مش موجود أوي الحكاية عن مطبخ الكتاب، لكن الكاتب إبراهيم عبد المجيد مثلا ما ليه ايوه كتاب مهم وهو ما وراء الكتابة، ايوه يحكي فيه عن تفاصيل كتابة أو كواليس كتابة الروايات الخاصة بيه. أنا شايف إن ده بالعكس، ده يعني ممكن يكون في تاريخ الأدب شيء جيد جدا يعني. ربما في مرحلة بقى متقدمة إن شاء إن الله، شاء يعني الله يعني إن ممكن شاء الله. أتكلم عن ده. لكن يعني إن الكاتب يبقى عنده خيال، أو ما أو ما أنا ما أصبحش مصدر تهديد لناس بتحكي طب بشكل بلاش عفوي ده. تهديد بقى، نروح للنقطة التانية أوكي. وهي تلصص القارئ ومحاولة معرفة اتصال الحدث أو الشخصية بالكاتب. يعني ده بيحصل كتير، حتى هذه اللحظة احنا بنقعد نفكر هو السيد أحمد عبد الجواد هو فعلا أبو نجيب محفوظ ولا ده هو خده من، يعني على طول في فكرة التلصص ومحاولة معرفة ما هو المتصل بالكاتب وما هو من خيال الكاتب أو لشخص آخر. هو ده بيحصل من النقاد مش من القراء. القراء بيقول لي انت ليه عملتي النهايه كده، ليه خليتي الشخصيه بالشكل ده. لكن الناقد هو اللي ساعات يقول لي دي شخصيتك، دي زاويه انا شايفها فيكي. لان هما احنا ككتاب او كنقاد نبقى قريبين من بعض، فممكن يلاقي ملمح ما في شخصيتي موجوده جوه العمل الروائي، وده بيضايقني مش بيساعدني، لان انا بحاول افصل تماما بين شخصي وبين الروايات او القصص اللي انا بكتبها. وخصوصا ان ده بيخليني اكثر تحررا، يعني انا يعني انا ممكن مارست حريتي في الحياه بشكل يعني مباح، لكن انا اقدر امارس ده من خلال الورق. ويمكن ده جوهر العنوان الخاص بكتاب أستاذ عزت الأمحاوي، الطاهي يقتل الكاتب ينتحر، بأن الكاتب ينتحر في رواياته بعدم إظهار ذاته مظبوط. ومحاولة إظهار ذلك من خلال شخصيات أخرى موجودة في أعماله. طيب خلينا، يعني إحنا اتكلمنا عن انحياز إنجي الحسيني للرومانسية، وبالتالي هنسأل هل تأثرت بفارس الرومانسية يوسف السباعي؟ بالتأكيد، يعني أنا يعني أنا بعتبره طبعا كاتب قدوة. هو كتب القصة وكتب الرواية، كتب المقالة السياسية، هو كاتب متنوع جدا. هنلاقي كتابات واقعية زي مثلا السقامات، نحن نزرع الشوك، كتب الفانتازيا في أرض النفاق، كتب الرومانسية في رد قلبي وجفة الدموع، كتب مسرحيات، لي 3 مسرحيات منهم أم رتيبة، لي أيضا كتاب واحد في أدب الرحلات. فنلاقي أنا هو كاتب متنوع، أنا بعتبر نفسي كاتبة متنوعة. أنا بكتب المقالة الاجتماعية والسياسية، وبكتب القصة، وبكتب الرواية. أنا طبعا مش بقارن نفسي بيوسف السباعي، لكن أنا بقتدي بيه، وبسعد إن أنا لما أقرأ أو أقرأ لأي كاتب إن أنا أخد منه ملمح ما وأستفيد منه، وأقدر إن أنا أترجم حاجة أنا قريتها يعني بعقلي الباطن، إنه لما بيجي بقى يكتب يترجم ده في شكل قصصي أو روائي. حضرتك تقصدي أيضا إن
يعني فكرة أحيانا بعض النقاد يعني يعني بيبقوا قلقانين من فكرة تنوع يعني الأشكال الأدبية اللي بيكتبها كاتب ما، لكن هنا يوسف السباعي بيكتب مسرح وقصة قصيرة ويكتب رواية، وربما لو كان متاح قصاده أشكال تانية وكتب سيناريو، يعني هو تمام أيضا ليه حقيقي. يعني كان ليه الأول روايات تحولت إلى أفلام، واللي كتب السيناريو كان نجيب محفوظ، ولكن بعد كده هو كمان كتب السيناريو، فما أعتقدش في مشكلة في تنوع الأشكال الأدبية اللي ممكن يكتبها كاتب لا انا مش شايفه ان في مشكله، ربما بعض يعني بيهتم جدا بالتخصص، بالتخصص. لكن انا شايفه ان الفنان، الفنان يعني بيحب الفن، بيحب الموسيقى، بيحب القراءه اللي فيه لمحه سياسيه. طبعا هو ككاتب ايضا ليه يعني تاريخه كله كان عسكري، هو خريج الكليه الحربيه وبدا بسلاح الفرسان، بعد كده سلاح المدرعات، يعني هو ودرس من ساهموا التاريخ، في أو أنشأ سلاح درس المدرعات. التاريخ في الكلية الحربية قبل ما ينتقل بقى كعمله في الجمهورية وينشر قصصه ورواياته. فالكاتب لما بيكون فيه جزء سياسي وفي في نزعة فنية بيبقى عنده طاقة كبيرة جدا، طاقة إبداعية كبيرة. هو فعلا زي ما حضرتك ذكرت كده، هو ممكن يقف قدام لوحة ويستلهم لقطة معينة، يقف قدام شخص ويشوفه في مشهد يستلهم منه حاجه. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، الفنان نور الشريف لما جه عمل فيلم العار وكان بيقدم شخصيه جمال داخل كمال داخل الفيلم، فكان دايما ليه حركه كده اللي هو بيجي يعدل ياقة هي دي قميص. كانت في محاضرة تقريبا، كان هو يتكلم عن فكرة كشكول الممثل. تمام. انا فعلا يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، انا حضرت له محاضره كانت في الهناجر وهو كان بيحكي عن الموضوع ده، ودايما هو قالها حتى في برامج تلفزيونيه. فانا قلت انا هعمل نفسي كشكول، عملته من سنين طويله جدا، وابتديت اطلعه بقى لما ابتديت هي اكتب، الشخصية ان انا سماتها. لما تعجبني لقطه معينه او مشهد او احساس معين اكتبه على طول في كشكول عندي، او يعني اجنده. فالفنان نجي الشريف قال انا شفت شخص هو كان بجلباب تاجر او حاجه زي كده، فلما جه لبس البدله، ياقه بتاعت البدله بالكرافته مش واسعه، فطول ما هو قاعد دي ضيقه عليه ايوه ومش مرتاح، هو لابس حاجه مش مرتاح فيها، مش طبيعته الشخصيه. فلما جه عمل شخصيه كمال اللي هو بقى طبعا طلع من المعلم، الكشكول. طلع من الكشكول. طيب هروح لي وصفه نجيب محفوظ او لقب يعني ليوسف السباعي، وهو جبرت العصر. ايوه وهنا هنتكلم عن على يعني على رد قلبي والعمر لحظة. رد قلبي وهي حتى الآن هو بعدما تحولت إلى فيلم سينمائي، واحد من الأفلام اللي لما يبقى فيه الاحتفال بذكرى ثورة يوليو مظبوط. لازم رد قلبي، والعمر لحظة مع انتصار أكتوبر. فمواكبة أو قدرة الفن والأدب على نقدر نقول التاريخ الاجتماعي، تاريخ الحياة الخاصة بالبشر العاديين، وليس القرارات السياسية أو القرارات التاريخية على المستوى السياسي أو الاقتصادي. في البداية بس أحب أقول إن رد قلبي يعني من الأعمال اللي في كتاب صنفوها على إنها أدب رومانسي، وفي آخرون صنفوها على إنها أدب تاريخي. فالموضوع بس يعني ما فيش رواية ما ينفعش فيها قصة رومانسية، يعني بغض يعني حتى ده لو رواية رعب لازم يبقى فيه جزء أيضا البعد أحس المكاني كده. والزماني يعني في التصنيفين ممكن نقول فعلا ممكن